الاستفزاز يعني التهم الموجهة إلى قاسم مصلح صحيحة مو صحيحة ما أدري قضاء هو راح يحكم هذا الأمر. طريقة الاعتقال أكو هنالك آلية موجودة أكو أمن حشد صدر أمر قبض الآن عسكري يصدر عليه أمر قبض أكو انضباط عسكري أكو قوات أمنية عسكرية تعتقل هذا الشخص وتجيبه للقضاء. تعتقد أن الطريقة لم تكن سليمة؟ نعم. والرد كان سليم؟ الرد صار استفزاز لا مو سليم لا ما أنا ما قلت يعني هذا هم خرج على القانون هذا هم خرج على القانون بس هذا رد فعل يعني صار هو شنو يعني من تجي قوات حشد أو تدخل بطريقة عنوة إلى منطقة لم يكن ردا شعبيا بالحقيقة نعم؟ كان ردا يعني منظما لم يكن ردا شعبيا رد من قبل الحشد صار. إيه لم يكن يعني لم ليس لو أنت تقول استفزاز هذا إذا جماهير عامة لا الناس لا 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 محبين أتباع قوات الحشد أقصد الرد كان منظم يعني كانوا قوات منظمة يعني إيه هي التي ردت وزعماء أصدروا بيانات كذلك طبعا نظموا نفسهم كرد فعل يعني هي بالبداية مخطط لها ما مخطط لها من تم الاعتقال صار رد فعل مقابل من نسبة للحشد بدوا أنهم نظموا عملهم وطبوا بطريقة غير قانونية. الخلاصة ترى أن حكومة الكاظمي انتقائية بالتعامل مع الأطراف مع الكرد تتعامل بليونة.